ظاهرها الإغاثة وباطنها دعم الإرهاب. هكذا يكثف تنظيم الحمدين تواجده في مناطق غرب أفغانستان القريبة من الحدود الإيرانية تحت ذريعة أعمال إغاثية عبر الهلال الأحمر القطري الذي تتزايد حوله الشبهات عن ضلوعه في تمويل حركات مسلحة بعدد من الدول. مزاعم الهلال الأحمر القطري بأن تواجده يأتي لخدمة مخيمات النازحين يعد محاولة لإخفاء المآرب الخبيثة والمتمثلة في حماية الحليف الإيراني من اقتحام الأفغان لحدود دولة الملالي هربا من الفقر والحرب، إضافة إلى تقوية شوكة طالبان. ويسعى تنظيم الحمدين في قطر إلى فرض نفسه على الساحة في أفغانستان وإعادة الإمارة الإسلامية لطالبان الإرهابية. وخلال الأعوام الماضية عمقت إمارة الإرهاب علاقتها بحركة طالبان، بداية من إنشاء مكتب لها في الدوحة واحتضانها للعديد من المفاوضات التي جمعت قادتها بمسؤولين أمريكيين، وهو ما أثار غضب السلطات الأفغانية التي اتهمت الدوحة بعدم احترام قرارات الشعب الأفغاني.